أو الظاهر أنت مش فاكرني بقى. أنا آسف بس بصراحة أنا إنجي. أهلين إنجي. بس اتقابلنا مع بعض في بيروت، كنت جاي مع الوفد من مصر وشركتك هي اللي كانت بتنظم المعرض كله. أنا آسف بس أنا تعبان شوي. طب والسبيشال درينك ما بيفكركش بأي حاجة؟ تشيرز. هذا الكاس لانه انا ماني رجال. اسكت بقى، بطل الكلام ده، بطل هزار. انا فعلا ماني رجال. هي رحت فين؟ شكلك افتكرتني. ايه؟ طب الحمد لله كويس ان انا كنت حاضره معاك السبيشال درينك، والا ما كنتش تفتكرني. شوفي انجي، انا اسف، أنا عم بمرق بظروف صعبة شوي وعندي كركبة بحياتي. أنا آسفة إني أخرتك.